بنعود لكم مباشرة مشاهدينا الكرام. مشاهدي هنا لبنان، معكم غيدة جبيلي وسلطان شاهين من السرايا الحكومي. انتهى اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفراء الدول الغربية وحتى المنظمات الدولية. سنستمع إلى وزير الخارجية بهذه الأثناء بعد انتهاء الاجتماع. اليوم أنتم بتعرفوا في اجتماع تشاوري كان مع السفراء الدول الموجودة بمجلس الأمن الدولي، فهني 9 بلبنان من أصل 15، عندنا 9 سفراء، وكمان منظمات الأمم المتحدة كانت موجودة بالاجتماع. حكي دولة الرئيس وحكي الوزراء الموجودين كانوا بالاجتماع، وحكيت أمين العام لمجلس المجلس الوطني للبحوث العلمية، وعرضنا الموضع أن أولا في قتل المدنيين منهم صحفيين، منهم مسعفين الصحة، منهم مثل ما كان امبارح من الدفاع المدني، وبعضهم مدنيين لأنه مدنيين. فهيدا استهداف المدنيين شيء ضد اتفاقية جنيف، ونحن من أكدوا كمان، تأكدت معظم السفراء أو كل السفراء اللي تكلموا وكلهم تكلموا كانوا مؤيدين لعدم استهداف المدنيين. وفي هوني كمان قانون اللي طلع من جنيف، قانون انترناشونال هيومن رايتس، شو اسمه، قانون الدولي، قوانين دولية بتحمي المدنيين بأوقات الحرب، انه هو ما له خصة. اذا صحافي عم يغطي حادث ما معناته هو طرف بالحرب، او اذا مثل ما صار امبارح دفاع مدني عم يطفي نار عملوها الاسرائيليين، ما معناته هن طرف بالحرب ويقتلوا. فلذلك بعد ما حكيوا كلهم معظمهم أدانوا، مش أدانوا مباشرة، لكن هن وقفوا مع عدم استهداف المدنيين، هن كانوا موقفهم عدم استهداف المدنيين. وكمان اتفقنا على أنه ما بنستعمل كلمة دي اسكاليشن، عدم التصعيد، إنما وقف سيزيشن أوف هوستيليتيز، وقف الاعتداءات على بعض. يعني نحن كحكومة بدنا وقف لإطلاق النار، وبدنا بدنا هالحرب يوقف، لأنه هيدا هدر لبنان. ونحن خبرنا معظم المعنيين إنه نحن بحاجة، نحن مستعدين إنه نعمل مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين من أجل ذلك. كمان صار في قرار أعلنه رئيس الوزراء انه نطلب من بعثتنا بالامم المتحده ان تتشاور مع اعضاء مجلس الامن بشان جلسه مجلس الامن عن لبنان، اوكي، خاصه عن استهداف المدنيين. فبعدنا هيدي اليوم اعلان دولة الرئيس بالاجتماع، وانا عم بشتغل عليها هلا، بدي بعد موعية نيويورك، نتوقع نيويورك نحكي فيها ونباشر بالخبر. معالي الوزير، قلت إن نحن جالسين المفاوضات غير مباشرة بين مع إسرائيل بشأن هذا الحال، ولكن عملياً لا إسرائيل ناوية تعمل مفاوضات، ومن جهة حزب الله لو أطلقنا في غزة ما في مفاوضات. برأيك هل من ضمانات أي دول من دول مجلس الأمن بعدم توسع العمليات العسكرية تجاه لبنان؟ لا، نحن مرتاحين انه في دعم دولي للبنان، وهذا مبين بكل باي اجتماعات عم تبين، وكمان بينت بالموافقه على اليونيفل انه في دعم قوي للبنان من كل الجهات مش من جهه واحده. ثانيا، يمكن وهذا اللي عم يمنع انه يصير في حرب شامله بجنوبنا. فثانيا، انه نحن ما طلبنا من مجلس الأمن وتوقيف القتال، لكن اللي عم بقول لك هذا مش اجتماع استشاري،
قد يؤدي إلى ذلك، أو قد يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين من أي نوع كانوا. فلذلك نحن عم نشتغل فيها، موجودين على كل المنابر الدولية، ومن أجل أنه نجرب نعمل شيء. هلأ قضية وقف إطلاق نار، أوكي، نحن عم نحكي عن دول، عم نحكي مجلس أمن، وعم نحكي مع بدأ صار في وقف إطلاق نار، بده يكون في 1700 واحد جديد، وبده يكون قوي، وبده يكون الباقيين. هلأ إسرائيل عم ترفض، حزب الله معقول يرفض، بس حزب الله منه دولة حتى يقول إيه أم لا بهالأشياء. هي الدولة اللبنانية اللي بتقول إيه أم لا. وإذا كان في إذا كان في نوع من قرار جيد بنقبل فيه نحن كدولة، نحن بنجرب نقنع حزب الله فيه. هيدي مسؤولية الدولة اللبنانية. حزب الله منه عضو بالأمم المتحدة، لبنان عضو بالأمم المتحدة، وحزب الله كمان معنا يعني من هالناحية هيدي. بس حكيت معك عن 1701 جديد. لا، أي قرار بده يطلع بوقف إطلاق نار، خليني أجيب، أي قرار بده يطلع بده يكون في قرار جديد. ما اسمه 1701 جديد، بكون اسمه ما بعرف قديش. أوكي؟ شكراً. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا إلى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من بعد هيدا الاجتماع اليوم الطارئ اللي كان قد دعا له رئيس حكومة تصنيف الأعمال نجيب ميقاتي. اليوم هذا الاجتماع حضروا 9 سفراء دول كانوا موجودين على الطاولة بالإضافة إلى منظمات دولية. كان الهدف الأساسي منع أو يكون في قرار يمنع إسرائيل اليوم باستهداف للمدنيين. اليوم لفت وبحسب ما أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأنه لبنان طلب من بعثة الأمم المتحدة، من بعثة لبنان في الأمم المتحدة، بالتشاور مع مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة بلبنان تتناول موضوع استهداف المدنيين المتكرر في جنوب لبنان. وأشار إلى أنه لبنان اليوم مرتاح للدعم الدولي الذي يحيطه. بهذا الإطار اليوم أشار أيضا وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن الاجتماعات ستتكثف خصوصا بنيويورك لتبين إمكانية ربما عقد جلسة لمجلس الأمن تخص لبنان. هذه هي الأجواء من السراي الحكومي. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيدة شبيلي وسلطان شاهين.